according to the time that the Shaykh says that we have. فنقول مستعينين بالله متوكلين عليه راجين منه أن يفتح علينا بفتوح الخير والبركة. حكم البقاء في بلاد الكفار والمجيء إليها للبقاء والإقامة اختلف العلماء رحمة الله عليهم قديما وحديثا في هذا، فذهب الطائفة أنه لا يجوز للمسلم أن يبقى في بلد الكفار مقيما فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني مشركين، وقال لا ترايا نارهما. قال الإمام أحمد إذا أشعل الكافر نارا في مكان والمسلم في مكان آخر فلا ينبغي أن يرى المسلم نار الكافر ولا الكافر نار المسلم. وقال آخرون بل ذلك جائز ولكن بشرط إقامة الدين من أداء الصلاة جماعة والعيدين والجمعة ونحو ذلك، وهذا الذي صار إليه ابن حجر في الفتح وهو الحق، لأن الأصل هو الجمع بين النصوص وهو خير من الترجيح، لأن الله قال في كتابه وما أتاكم الرسول فخذوه، أي كل ما أتاكم، فمن أخذ شيء مما جاء به الرسول دون شيء آخر فبدأ بالترجيح قبل الجمع فيقول طرح شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فكما جاء على النبي صلى الله عليه وسلم قوله أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني مشركين، جاء أيضا من قول ربنا سبحانه وتعالى الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، نعم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ إذن العلة والقيد كان في الاستضعاف وعدم القدرة على إظهار الدين، فوبختهم الملائكة ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا، فإذا ذاك مقيد الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن أقام بين ظهر المشركين إقامة لا يستطيع فيها إظهار الدين ولا أداء الصلوات ونحو ذلك، فحينئذ تكون إقامته محرمة، أما مع قدرة إظهار الدين فحينئذ يكون في إقامته مصلحة من دعوة غيره بعمله إلى دين الإسلام، وهذا الذي حصل الآن. فكم من كان كافرا لا يرجى إسلامه لما نظر إلى المسلمين وهم مصلين وسمع كلامهم وحوارهم في هذه البلاد أسلم، حتى صار الناس في هذه البلاد الغربية يسلمون بكثرة، ولو بقي كل مسلم في بلده ولم يأتي لهذه الظروف التي حصلت له في بلاده لربما ما أسلم هذا العدد كما هو معلوم. ألم تذكر كيف أن الله سبحانه وتعالى أذن بصلح الحديبية مع أن عمر كان يقول كيف نضرب الدليل في ديننا، لكن لمن حصل الصلح كما قال الزهري أو غيره حصلت لغة المحاورة فسمعوا حجج الإسلام وبراهينه فأسلموا، ولو كانت لغة السيف ما عرفوا ما وجه ذلك الدين وما دخلوا فيه، لكن حصل الصلح ليكون جسرا كما يقول بعض أئمة الدين لفتح مكة، فصاروا يسمعون أدلة الدين ويدخلونه في دين الله أفواجا. نعم. So the Shaykh says, so we begin seeking help from Allah subhanahu wa ta'ala to aid us in this address, mentioning those things which Allah subhanahu wa ta'ala allows us to mention. The first point with regards to the ruling of living amongst the non-Muslims in their lands, the scholars
of old and present differed with regards to this matter. Amongst them, there were those who said it is not permissible to live amongst a non-Muslim or in a non-Muslim land. And the proof for that was the saying of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, I am free from anyone who lives amongst the mushrikeen. And the saying of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that they should not see each other's fire, cooking fires, meaning, and Imam Ahmad explains that if there was a non-Muslim and a Muslim in close by each other living in a land, then the Muslim shouldn't be so close to him so that he can see the fire that he uses to cook, neither should he, then the non-Muslim, be able to see the fire of the Muslim. This is the distance that should be from each other. Whereas other scholars allowed living in the lands of the non-Muslims, but based upon certain conditions. And that was that they should be able to establish or make apparent their religion by establishing the prayer in congregation and praying the two Eids and praying Jum'ah. And this is the what Al-Hafidh ibn Hajar in Fath al-Bari, the position that he took. And this is the correct position. Because in taking that position, a person uses all of the texts which come in this regard. And Allah subhanahu wa ta'ala said, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. And whatever the messenger gives you, take it. Whatever he forbids you from, leave it. So taking a position which only uses a portion of the texts in any one issue means abandoning other texts or other evidences which came from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So therefore a person reconciles or he gathers together all of the evidences in regards to this. So alongside the hadith where the Prophet sallallahu alaihi wasallam freeing himself from those living amongst the non-Muslims is the saying of Allah subhanahu wa ta'ala, الَّذِينَ تُوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَا كُنْتُمْ. قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. Those people who live, whose lives the angels took when they had wronged themselves, it was said to them, what was your state? What was your condition? They said, we were in a state of weakness. We weren't able to practice our religion. So they said to them, did you not find the earth of Allah at an expanse so that you could make hijrah, so that you could migrate within it? So Allah subhanahu wa ta'ala in this verse, he mentioned the reason of their punishment and their being rebuked, for once they did not have the ability to practice their religion in their land, that they did not depart from that land. Therefore, if a person is able to practice his religion or make apparent his religion, then remaining in the lands of the non-Muslims is no longer haram. And due to the presence of Muslims in those lands, so many of the non-Muslims were able to interact with Muslims and interact with Islam such that they learnt or they saw Islam and they accepted it after they saw the Muslims and their religion. If it wasn't for the case that the Muslims, for whatever reason, for the reasons of their difficulties, they had to come to these lands and reside, this large number that we hear about, people accepting Islam, this large number of people accepting Islam would not have taken place. Do you not remember how Allah subhanahu wa ta'ala allowed a treaty of peace to take place in Hudaybiyah between the Prophet sallallahu alaihi wasallam and the polytheists of Mecca? And as the scholars of Islam, some of the Imams explained, that this treaty of peace brought about an ability to have a dialogue between the Muslims and the non-Muslims, such that the message of Islam began to
to enter Makkah and infiltrate amongst the mushrikeen, and they began to enter into Islam. And as the scholars of Islam explain, that was the beginning, or that was the bridge towards the victory of Makkah, or overtaking Makkah and taking it back from the mushrikeen. ولكن لا بد من إضافة شرط الأمن من الفتنة ليكون عند الماكث قوة من العلم والثقافة الشرعية تمنعه من الشبهات إذا تعرض لها هنا وكذلك زوجة تحميه بإذن الله من الشهوات ولا يخالط النساء فيفتتن بهن بل يتعايش مع الأقلية المسلمة السنية السلفية إلا أنه لا بأس بأن يخالطهم في الحدود التي سنذكرها إن شاء الله لدعوتهم نعم And it is important to add another condition or some more conditions with regards to this that has been mentioned, and that is that a person should be safe from trialing himself from fitna. So he should have sufficient knowledge and understanding that prevents him from falling into doubts and being taken by doubts. And he should have a wife that prevents him from falling into trial. And he should not pre-mix with the opposite sex. So he should find himself living amongst a Muslim society or a minority of Muslim society or group of people upon the Sunnah, so that he protects his religion, except for the amount of mixing that we shall mention with its conditions. الثاني طاعة النظام في هذه البلاد. هل يشترط في الطاعة البيعة؟ لا. الجواب عن هذه المسألة أنه لا يبايع إلا حاكم مسلم ولو كان فاجرا ما دام أنه استولى بالسيف وخضعت له الرقاب أو على النحو الذي جاء عن علماء دين رب الأرباب سبحانه وتعالى فيما نقل في السنة فيما يتعلق في الإمارة المسلمة لكن الطاعة للنظام مطلوبة شرعا ولو لم يكن الحاكم مسلم لأن الشريعة جاءت لتكثير المصالح وتقليل المفاسد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإذا حدثت حادثة وقعت واقعة لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نعم كما يقال بلغة العصر اليوم زواج المسيار وهو أن يتزوج الرجل المرأة ولا يجعل لها مقام ولا نفقة نعم وإنما ارتباطه بها للشهوة فمتى ما أضرمت في نفسه شهوة وقاعها ذهب فعقد موعد معها فوطأها لا يراقبها ولا يصنع لها شيء من النصائح بها يصلحها وإنما فالت الحبل على الغارب تذهب حيث أرادت وتأتي حيث أرادت المهم أن تحضر وقت شبقه وشهوته فهذا النوع أشكل على العلماء مثلا فبعضهم يقول تمت شروط النكاح إيجاب قبول شهود نعم إلى آخره وآخرون يقولون وإن كان ذلك كالعلامة الألباني رحمه الله فهو بدعة وذلك أقول لأن النكاح فيه شوب العبادة
قال الله تعالى أو قال النبي صلى الله عليه وسلم إن استطاع منكم الباعة فليتزوج، فأمر الله به، والعبادة ما أمر الله بها أمر وجوبه استحباب، فلا بد أن تقع على النحو الذي كان في عهد رسول رب الأرباب والصحابة رضوان الله عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم الباعة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه الصوم، فجعل الصوم بدلا من النكاح المعروف في زمنهم، ولو كان ذلك مشروعا أو يحل الإشكال لقال النبي، لأنشأ النبي هذا المنهج في النكاح الذي عرف بالخليج بنكاح المسيار، وقال أنتم يا فتيان الأنصار فقراء، مروا على الفتيات المهاجرين أو الأنصار من أمثالكم واقضوا وطرا بلا نفقة ولا رقابة، ما جعل لهم ذلك حلا صلى الله عليه وسلم، جعل الحل في الصوم، ولن يخترع أحد منهج في النكاح فيه العفة والعصمة والنبي فاته وهو خير كما يقولون الآن يعصم من الشهوة، لا يمكن، دلنا على كل خير. ولذلك قال علامة الألباني نكاح المسيار بدعة، قال لأن الله قال لتسكنوا إليها، والمسير لا يسكن إلى زوجه. قال علامة شيخنا الشيخ صالح الفوزان لا يجوز انطلاقا لعله من كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية من إحصاء المفاسد والمصالح، فعد العلماء الحذاق المحققون المفاسد فوجدوا أنها أكثر المصالح، ودليل هذه القاعدة قول الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فقاس الحذاق من أهل العلم مفاسد المسيار فوجدوا من المفاسد أنه لا يراقبها ولا يمكن أن ينفذ قول الله حينئذ قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، أدبوهم وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا يمكن التأديب مع اللقاء الذي لا يكون إلا في قضاء وطر، يكون التأديب مع الملازمة والتعايش كما هو زواج النبي بنسائه، كما هو زواج أبي بكر والصديق وعمر وغيرهم بنسائهم، تعايش معهم في بيت واحد، يعرف أن تذهب وإن تأتي ويربي الأولاد على الوجه الصحيح، لا تبقى مسألة بهيمية، متى ما اشتهى وطرا وطأها ثم رجع، مع أنه قد يؤذي أهلها بذلك، يغيب الشهرين فلا يأتي للحساب والسؤال وإنما يأتي الوقف ثم يخرج. المقصود أن العلماء كما قال ابن تيمية ينبغي إذا حدثت حادثة كنكاح المسيار يحصل مفاسد ومصالح، فما كان المفاسد فيه أغلب كان لا يمكن أن يكون ذلك الأمر حلالا. كذلك لو أن قائلا قال لا نطيع النظام الغربي الذي نعيش معه في نظام الجوازات والمرور وغير ذلك من الأنظمة التي لا تخالف الشريعة، ماذا سيحصل حينئذ؟ لا شك أنه ستكون الفوضى وإساءة الظن بالرجل المسلم والطرد له، وهو إنما جاء هنا يتنفس ليعبد الله بالصلوات الخمس، وإذا به يخرج مطرودا إلى بلده التي كان يحارب فيها في اللحية ونحو ذلك ولا يقدر على العيش فيها، فحينئذ نقول كما قال علامة الألباني ينبغي طاعة النظام في هذه الدول في الجوازات والمرور وكل ما لا يخالف الشريعة، مع عدم اعتقاد البيع على شك. التعامل مع الجيران والأصحاب في العمل، قال الله تعالى ترجمنا حمد الله To the second point, the Shaykh says, with regards to following the rules of a land of non-Muslims, is it necessary or is it a precondition or allowed for a person to pledge allegiance to the leaders in a non-Muslim country? The answer to this is no, it is not a precondition to obey the rules in a land that you have to have pledged allegiance. Rather,
It is not permissible for a Muslim to pledge allegiance to It is an obligation upon the Muslim only to pledge allegiance to a Muslim leader, even if that person, that Muslim, be a transgressor or an open sinner, even if he was to have taken the position of leadership forcefully or with his sword, as has been spoken about by the scholars of the Sunnah, scholars of Islam, and has been established in the Sunnah from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, how to deal with those situations when they take place. Yet the question here is about following the rules in a non-Muslim land. And the answer to this is that this is something which we must do. Follow the rules, even if it was the rules placed by a non-Muslim. Because Islam came in order to bring about and increase the masalih. Meaning? كثير المصالح تقليل المفاسد increase مصالح نعم أخي benefits نعم مصالح the positive aspects are benefits and to diminish the harms تقليل المفاسد الشيخ الإسلام ابن تيمية said that if a new matter appears amongst the Muslims that wasn't there in the time of the Prophet صلى الله عليه وسلم then the benefits and the harms need to be weighed up in order to check and see if this is a permissible act or not. And then the Shaykh gives an example which has been researched recently amongst the scholars, and that is something which is known amongst them as the marriage of misyar. This word misyar, an Arabic word, and the Shaykh explains what it means, and it means basically a man marrying a woman with a precondition that he doesn't have to spend anything on her and he doesn't have to provide housing for her. Her house that she has, this is sufficient for her, and she doesn't expect anything from him. She doesn't expect him to come on a regular to stay with her at regular times. Rather, whenever he feels to come, they make an appointment and he comes. Only this type of marriage, only to fulfill his sexual desires. And what is important here is to say that that this type of marriage confused some of the scholars of Islam, because they said that when they were asked, is it permissible? They said, some of the scholars said, yes, it's permissible, because all of the conditions of a wedding are in place. The person presented his proposal, she accepted, it was in the presence of by the agreement of the guardian, the mahar was in place. So as a result of that, some scholars said, yes, it's fine. Whereas other scholars, like for example, Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani, he said this is an innovation. This type of wedding, this type of marriage contract, never took place in the time of the Prophet ﷺ, and marriage is a form of worship, as the Prophet ﷺ said, whoever amongst you is able to marry, or has the ability, or has wealth, then he should marry, and whoever does not do so, or does not have the ability, then he should fast. So, this is something which is therefore loved by Allah, commanded by Allah, either commanded as an obligation or as a recommendation, and therefore it amounts to an act of worship. And in the Prophet ﷺ replaced it with fasting for the person who wasn't able to fulfill it correctly, wasn't able to fulfill the act of marriage. So therefore, this act of worship has to be done in accordance to the Sunnah of the Prophet ﷺ, like every other act of worship. So was it the case that the Prophet ﷺ mentioned this form of keeping a person chaste and free from illicit behavior by advising the youth that were not able to marry because of lack of wealth, that he said to them, find a woman from amongst the women of Medina that agrees not to have any wealth, not to have any responsibilities on your shoulder, that she'll take care of everything, and you only come when describing that type of marriage. This never happened. So therefore it is not permissible to invent a new way of bringing about chastity,
that was not there in the time of the Messenger sallallahu alaihi wasallam. Rather, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned that from the benefits or the purpose of marriage is that you litaskunu ilayha, that you live with them. And for this reason, looking at this, Sheikh Salah Fawzan, he said it is impermissible. So scholars began to look at the weighing up the benefits and the harms, and realized that the harms were more than the benefits, so they declared this action to be impermissible. And the proof that a person has to, that Islam weighs up the benefits and the harms, is the verse in the Quran where Allah Ta'ala says, يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ, they ask you about alcohol and about gambling. قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا. They ask you about alcohol and gambling. Say, in them is much benefit for people, and in them is harm, that the harm is more than the benefit. So from the other harms, which from the harms that come about from this type of marriage contract, the marriage which has become widespread in the Gulf countries, or has begun to spread in the Gulf countries, the Sheikh says, is that the man is unable to watch over his family and to correct them if they were to have made any errors and go astray or make mistakes. Whereas Allah subhanahu wa ta'ala commands you to protect yourselves and your families from the fire, meaning by watching over them and rectifying any errors that occur amongst them, as he said in the Quran,